تتوقعوا ان المنتوج يكون وافر ان شاء الله، وخاصه في ظل الدعم اللي قدمه الدوله لكل الفلاحين النشطين في مجال الفلاحه، وخاصه في ميدان زراعه القمح والشعير وكل الحبوب؟ ولايه تيزي وزو اصبحت ولايه رائده في انتاج الحبوب، واصبحت ولايه تمول مجموعه من الولايات بماده البذور الخاصه بالزراعه. عندنا مساحه مزروعه مقدره بحوالي 8360 هكتار بزياده تاع 16% بالنسبه للهدف اللي كان مسطر اللي هو 7200 هكتار. هذه الزياده يعني جسدت بعد القرارات اللي اخذها السيد رئيس الجمهوريه والقرارات الشجاعه اللي يعني تمثلت في تزويد جميع الفلاحين بالاسمده والبذور. نتوقع ان شاء الله مردود جيد جدا بالنسبه يعني سواء يعني للظروف المناخيه اللي عرفها الموسم، تهاطل الامطار كانت يعني بصفه منتظمه مما ادى الى يعني المحصول كان يعني في وضعيه جيده.